بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك بفضل هذا الشهر المبارك، اللهم إنا نسألك بفضل هذا الشهر المبارك أنصر الإسلام والمسلمين، أن تعلي راية الحق والدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، يا الله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم